ما شاء الله. سي محمد سي محمد سي محمد، يعني هذه دموع الفرح، دموع الفرح، وإحنا متواجدين يعني في بيت سي محمد في تيهرت، يعني كان تبارك الله يعني أعطى الكثير، يبكي بكاء الطفل. يعني نشوفوك سي محمد كلمة، يعني عندك ماضي، عندك تاريخ، يعني كل الناس متأثرة بك. الناس تسأل على يعني زاوي، زاوي اللاعب الدولي السابق اللي كان يعني في القائمة المتوسعة نتاع الفريق الوطني، زاوي اللي أعطى المولودية وهران، اللي أعطى الشباب تيارت، اللي كون شباب، معلم، أستاذ، لعب في فرنسا، كان لاعب محترف، أعطى الكثير. يعني محمد دموع الفرح، يعني كلمة الله يحفظك سي محمد للشباب اللي ينتظرك، يعني خاصة الحباش، يعني جمهور شبيب تيارت، جمهور المولودية كذلك، كل الناس يعني تسأل على يعني، ومن بعد نتكلموا على تفضل سي محمد. بارك الله فيهم، قاعدين نستقصوا عليا، بارك الله فيهم، يطلبوا لي في الشفاء. هذا ما نقول، كي جيتوني أني فرحان، لا غالب ما يستغل نهضر كاع، سي محمد يعني والله احنا متأثرين كذلك، يعجز اللسان عن التعبير وبأي لسان أنطق لما نتكلم يعني على أيقونة نتاع كرة القدم، واحد من أحسن ما أنجبت يعني كرة القدم الجزائرية، اللي يعني يعاني نشوفوه يعني يا للأسف يعني نداء لكل يعني الناس الغيورين، يعني الدعوة، نطلب من الله، اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم يا رب اشفي كل مريض يعني عجز عن النوم بسبب المرض، اللهم هون ثم اشفي يا رب العالمين. ربي شافيك سي محمد، يعني والناس كلها متأثرة بك، يعني نشوفوا الحاج يعني الحاج السعيد الهواري، نشوف يعني سي عبد القادر الحسيني، كلهم يعني عندهم غير عليك، وما دابنا يعني سي محمد النداء يعني نشوفوا السيد الوزير، يعني وزير الشبيبه والرياضه سي خالدي، انسان طيب يعني ذو القلب الرحيم، يعني سي محمد راه يعاني يعني، وبوترت الرجل نتاعو اللي كان تقهر كاري في الدار، وراه يعني كاري فيها. تفضل سي عبد القادر. كاري في الدار يشوفوا فيه، بدلوا له سكنتهم، هو ما قال لهمش اعطوني من عندكم، يقول لهم بدلوا لي، راه عنده في الناديه وتحرق الدار، وصل الخدمة للعظم، فهمت؟ وما عنده حتى واحد، ما عنده حتى واحد، فهمت؟ عنده غير ربي سبحانه وتعالى، سبحانه هو موش، وحتى كي يسمون بعد تبدا، هو طلب به تبدلوا له سكنة، عطوا له سكنة، هدوا ذيك السكنة وعطوا له سكنة هذه، هذه راه كاري فيها هذه، قاع تيار تعرف باللي هو راه كاري، ها هو منين يجيه المدخول؟ يعني هذا زوج ملايين ونص ولا زوج ملايين 600 كاري سكنة. يعني هذا نداء من عند كذلك حارس عملاق، يعني سي عبد القادر اللي عطى شبيب تيارت وترك البصمه نتاعو، ضع بصمتك وبصمتك، كن او لا تكن، حتى لا ننسى، حتى لا ننسى، نفضل غبار، نزع خويا طلع عنكبوت على الشخصيات الرياضيه، يعني اللي كانت قامه في الميدان، كان يحسب له ألف حساب لكل كبيره وصغيره، يعني كان اسد الملاعب، كانت يعني توقف تصفق له تحييه، يعني 30,000 متفرج، يعني كانت توقف تحيي محمد الزاوي، يعني والله نتاسف، يعني يعجز لسان المره الثانيه عن التعبير وباي لسان انطق، يعني متواجدين اليوم في تيارت يعني مع سي الهواري بن شيحه، يعني حنيفي، كل العائله نتاع بالطاهر نتاع حسيني نتاع حيدور، كلهم يعني ابوا، وكل يعني انصار الحبش استاذ، يعني شبيب تيارت، كل الانصار، كل لاعبين، يعني نقفوا وقفه مع سي محمد. شوف يعني والله العظيم تاسفنا، يعني حتى احنا كرجالات تبكي صح، اكيد اكيد، يعني يعني الجبال، يعني ماشي المحال، ماشي المحال، اكيد اكيد استاذ، اكيد ماشي المحال يطلب فيه، أكيد. يعني رسالة للسيد كذلك وزير الشباب والرياضة سيد خالدي، سيد رامشي، سيد رامشي كذلك، يعني نشوفوا الوزير أولا لأنه هو معطوب، يعني راه رجليه وراه يعني يعاني 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 في المستشفى، وما يروحش هباء منثورة، يعني الجزائر الجديدة، دم جديد، يعني ماهوش، ما بقاش سوء تسير، سوء يعني كل هذه. تفضل سي محمد، تفضل سي محمد. ونشكر الحماية المدنية، الحماية المدنية أكيد، الحماية المدنية أكيد، هو يعني عنده مرض الكلى، يعني عنده حتى بطر الرجل نتاعو اللي كان يعني قهر بها حراس كبار، يعني أحسن ما أنجبت يعني الحراس، كل العمالقة، كل حراس مرمى، منهم يعني حراس كبار في فرنسا، في الجزائر، خارج أرض الوطن، الفريق الوطني، يعني والله العظيم سي محمد نداء للوزير أولا باش يعني يقوموا بالحالة نتاعو، لأن الرجل نتاعو كانت بطل الرجل نتاعو، ويعني راه يصعب عليه، يعني هو في حاله ميسوره، وانسان بسيط من عائله بسيطه، كثر خير الحمايه المدنيه ولا امين درار كان يجيبو
كان يجي يديه ويديه يسموه فهمت الانسان يعني صدقه من عند حسيني نداء يعني نداء من عند حارس عبره قلب راه يبكي والله اكيد اكيد يعني ربي ان شاء الله نتمنى له الشفاء يعني احنا جينا من وهران من الباهيه وهران يعني خصيصا على خصيصا تيارت يعني اول عاصمه رسطوميه تيهت يعني نقول باللي بوابه نتاع الثقافه والحضاره والتاريخ وتيارت يعني تاع الاصول تاع الرجوله ما يجيش من شي حاجه يعني ولا حسيني ولا نجي من وهران باش انا نوصل الرساله نجي من وهران لتيارت باش نتكلم على عندها الرجال نتاعها وعندها تبارك الله الناس اللي يمثلوا شبيب تيارت يعني هذه يعني خونا حبيبنا بارك الله الله يشافيك سي محمد الله يشافيك يعني ربي يبارك فيك ان شاء الله ويعني نقول انا صراحه يعني نتبرع اولا يعني سي محمد يعني نوصلوا بارك الله ومن بعد يعني يكون بربي ان شاء الله هذا غلاف مالي خاص يعني تاعي هذه الشهريه يعني نخدم يعني عامل بسيط في البلديه نتاع وهران هذا غلاف مالي تاعي خلصتي يعني حاجه قليله يعني على حساب الخاصه تاعي تاع البلديه اول واحد يعني نهدي له هذه ويعني وتتوافد مدى بين سي حسيني في المستقبل نشوفوه يعني هو في كرسي متحرك شوف يعني الاستاذ سي بن شيحه يعني شوف كرسي متحرك يعني رجله مقطوره هاي والرجل المقطوره يعني شوف الرجل المقطوره يعني نتاع سي محمد الزاوي ربي يبارك الله يشافيه ان شاء الله طاهر يعني الحاج هذا غلاف مالي يعني السي الزاوي يعني ها ولا استاذ الزاوي لا هذه خلصة تاع خويا انا نقسم معك يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا المؤمن يعني الصالح المؤمن اللي يكون شكور اللي يحب الله سبحانه والرب سبحانه قال دعوني استجب لكم اني قريب استجيب دعوة الداعي اذا دعاني وانت يعني سي محمد هذه حاجه قليله هذه تاعي انا انسان بسيط يعني بركه لسي محمد وماذا بينا يعني سي حسيني مدام حسيني هنا يعني هذه تبقى رمز لولادك عندك ولد يعني يلعب كرة القدم يعني نخلو له هدية يعني أولا كرة القدم هاي هنا يعني تفضل أستاذ دير لنا الإمضاء نتاعك ضع بصمتك وبسمتك دير البصمة نتاعك البسمة إن شاء الله وماذا بينا السكان كل سكان تيهرت كل يعني الناس اللي غايورين يعطي يعني يكونوا في المستوى إن شاء الله ويصنعوا الحدث ويعطوا وجه حقيقي لسي محمد سي الوالي مضي هنا يعني تفضل يعني اعطيني من فضلك نواصل يعني تبارك الله ما شاء الله يعني روعه يعني سي الهواري ربي يبارك فيك ربي يحفظك ان شاء الله سي محمد الزاوي كذلك يعني تبقى هذه كره يعني من القلب والى القلب يعني والشفاء العاجل ربي يشافيك ان شاء الله يعني نداء السيد الوالي كنا تكلمنا مع السيد الوالي يعني الله يبارك ويزيد ربي يبارك ما شاء الله يعني كل يعني اوفياء يعني هذه تبقى يعني للتاريخ ان شاء الله ويكون يعني فان تاخير احنا جينا زياره ونداء لسيد الوالي نداء لوزير الشبيبه والرياضه سي خالدي اللي راه ينفض الغبار وينزع خويا العنكبوت على كل المرضى يعني نداء من القلب يعني احنا كمواطنين خاصه الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان كل الشخصيات الرياضيه نتذكروا كذلك كريم العريبي الحارس العملاق يعني اللي كانت تكون عنده سي حسيني واحد من احسن الحراس نتذكروا طاهر بو فرحان كل الناس اللي فقدناهم يعني الرحمه والمغفره ربي يرحمهم ان شاء الله واللي مرض اللي راهم كاع مرض يعني تنهي الشفاء العاجل ان شاء الله الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى ويعني سي محمد ربي يبارك ان شاء الله هذه رساله توصل للسلطات الجزائريين كلهم يعني ان شاء الله عندهم قلب كبير كي زرتوني اني حسيت روحي مليح كي زرتوني الله يجوا ان شاء الله الناس اللي فيهم الخير احنا متطوعين على حساب يعني البساطه نتاعنا لان بقات هذيك البصمه نتاع الامل نتاع الروح الوطنيه الروح الرياضيه حب الوطن من الايمان يعني اللهم اجعل الجزائر امنه والله يشافي ثاني رئيسنا يعني يعود سيد الرئيس يعني سي تبون عبد المجيد سيد الرئيس يعني لا تنحني الجزائر انجبت المناضل المجاهد سيد تبون يعني نكونوا في المستقبل نعطوا الكثير شوف يعني سي محمد والله العظيم يعني ما عرفناش كي نعبروا احنا جينا من وهران خصيصا يعني الزاوي يعني وكان كذلك الناس ماذا بينا في المستقبل كل واحد سيارة. يعني شوف التيار تبارك الله برجالتها شوف يعني حسيني تبارك الله الشخصيات الكبيره تبارك الله اللي راهي في تيارة منهم يعني نشوف نوار نشوف بالمسعود نشوف خروبي الله يرحمه نشوف الناس اللي فقدناهم يعني الناس اللي بقات يعني راهي تعطي وهذا واجب وشرف يعني ربي يبارك ان شاء الله الشفاء العاجل سي محمد يعني والمره الثانيه معالي الوزير للمره الثانيه يعني
انت انسان طيب يعني، وكنت في الماضي يعني هذيك بقات يعني حب لينا ونحبوك يعني. الناس هادو ما يبقوش كما شفنا حجاوي يعني راه يقوم معالي يعني الوزير سيد الوزير الشبيبه والرياضه راه يقوم بعمل كبير يعني. الحجاوي الحارس الحارس يعني كذلك الله يشافيه كل يعني ابنائنا اللي رفرف العالم الجزائري فوق رؤوسهم وعطوا كل كبيره وصغيره للرياضه لكره القدم. العالم يعني كان يرفرف مدى بينا سيد المحترم سيد الوزير تكون في الموعد ان شاء الله. سيد الوالي كذلك تعتيرت باش ما تبقاش يعني حبر على ورق يعني. هذا الانسان اللي راه امامنا هذه الشخصيه الاستاذ هذا المربي كان مربي استاذ عطى الاجيال ترك البصمه نتاعو كان استاذ معلم ضمير والتلميذ امانه اذا ضاع الضمير ضاعت الامانه الجميله. اعطى كل كبيره وصغيره الفاتحه استاذ باش ربي يبارك الله بسم الله الحمد لله رب العالمين امين يا ربي آمين يا رب العالمين. ربي سبحانه وتعالى يقول ما حبيت عبدا من عبادي إلا وسلطت عليه. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. ربي يحبك فهمت إلا الشيطان ما تصدو حتى يسعى. الله أنت مؤمن ونعرف كل إنسان مصلي قايل قالك سموه طاهر إن شاء الله. إن شاء الله آمين يا رب العالمين. إن شاء الله والو ما طيحش المورال وربي كاين سبحانه وتعالى. آمين إن شاء الله. فهمت مزيا كاين سبحان ربي سبحانه وتعالى. فهمت ماذا بينا السلطات يعاونوا سي محمد راها راه ما راناش نكذبوا عليهم ويجوا يشوفوا بعينيهم. فهمت يجوا يشوفوا بعينيهم انسان كاري في دار اداءات كاري باش يجوا يديروا كذلك يعني اداءات باش ماذا بينا الشيخ ما نجيش انا بنشي حمل وهرم اذاعه موجوده يعني اذاعه كانت يعني السيده يعني الباهيه تشوف يعني السي الزاوي اللي راه مريض يعني نشوفوا هذه ما بقاش حكر يعني على بعض الناس يعني ما نقلدوش بعض يعني القنوات سامحهم الله الماجوره بعض القنوات سامحهم الله يعني ما نمشي نعدو باصابع اليدين سا سكون تو بو دي دوا لا جينيروزيتي اي ان كاليتي ماجور دو لتريمال اي سوفون لا ريزون دو سا فيبلس مي ال ريست لا فالير دو سا غروندير. ماذا بينا الانسان يتواضع هذا انسان بسيط. هاد الصحفيين اللي راهم يعني يتجولوا هذه وصلوا الرساله السلطه الرابعه بفضلكم انتم الصحفيين هاد الانسان هادو تنقدوه يعني تنقدوا الحياه نتاع السي محمد الزاوي اللي راه يعاني الويلات اللي راه يعني يموت الموت البطيء يعني. لكن لابد يكون الحذر في المستقبل واليقظه ونقفوا كرجل واحد كلنا محمد الزاوي كلنا محمد الزاوي كلنا محمد الزاوي ان شاء الله وتكون برد وسلام. الله يوفق بعد بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب العالمين. الشهداء الله ولي التوفيق شكرا سلام.